أن يجعل أسس الإسلام خمسة. أسس الإسلام خمسة، وبعد ذلك يبنى الإسلام. حين يبنى الإسلام إياك أن تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة، بل يؤخذ الإسلام إيه؟ كله. ولذلك التلفيقيات التي تحدث في العالم المسلم الذي يحاول أن يأخذ بعضا من الإسلام ويترك بعضا، نقول له ده هتتعبه، لأن الإسلام لازم يتخذ إيه؟ كله، كله مرة واحدة كده. يبقى ادخلوا في السلم كافة، يعني إياكم أن تتركوا حكما من الإيه؟ من الأحكام الذي يتعب المنسوبين إلى الدين الآن. أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلد قانونها غير إسلامي، يبقى ده التعب ولا لا؟ ضربت لكم مثلا، أنا لو تعرضت لواحد بيشرب خمر أبقى أنا اللي اعتدت على حريته، مش كده ولا لا؟ ويحاكمني ولا لا؟ حاكمني. لكن لما أكون في مسلم، في بلد مسلم، أنا وهو حين نرفع الحاكم والحاكم وياه، أنا بساعد الحاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن علشان ننجح يبقى لابد أن يؤخذ الإسلام إيه؟ كله، كلمة واحدة. لا، ما ياخدوش من الإسلام إلا وأطيعوا وأولي الأمر. أطيعوا أولي الأمر، طب ما تشوف أطيعوا الله الأول وأطيعوا الرسول. إشمعنى دي؟ يعني إشمعنى دي اللي باينة قوي عندك؟ إشمعنى دي اللي باينة عندك ليه؟ كل ما يجي يقول لك وأولي الأمر وأطيعوا، يا شيخ قول له كمان افهم، الله لم يجعل لولي الأمر طاعة مستقلة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر من دون أن يكرر الطاعة، ليدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعته. لا نريد تلفيقا، خذوا الإسلام كله إيه؟ هاتوها من أصرها، وخذوا الإسلام كده كله إيه؟ كله واحد.